مجددا نرحب بكم مع المناهج القديمة في فترة الثمانينات المشتركة الأردنية السورية. هذا الصف الأساسي، الصف الثاني الأساسي. نلاحظ معا هو ليس بالترتيب صفحاته وتالف بعض الشيء. ماذا يقول الديك؟ هذا النشيد كما نرى. ماذا يقول الديك؟ نتصفح معا هذا الكتاب. أيضا هذا درس القراءة. انظروا إلى الرسم المعبر وضحك الأطفال والعصفور الجريح. أيضا درس القراءة المعبر. أيضا استكمال درس القراءة وأسئلة استيعابية على الدرس. وهنا عن الألف الشمسية والقمرية هذا الدرس. أيضا استكمال له كتابة الضاد في وسط بعض الحروف في وسط الكلمة والإملاء المنظور. إملاء منظور. أيضا القراءة الثانية. طبعا الكتاب فاقد صفحات كثيرة. حفلة المدرسة. لاحظ الرسم المعبر وأيضا درس القراءة. أيضا أسئلة ودرس النمل. أيضا صور معبرة وأيضا أسئلة استيعابية. انظر هنا، اقرأ ما يلي وانتبه إلى الفرق بين ال في العمود الأول وفي العمود الثاني. نور القمر ونور الشمس، هنا اختلاف القمرية والشمسية. قمح القمح، نمل النمل. حتى يفرق الطالب بين الاسم النكرة والاسم المعرف بأل التعريف والفرق بينهما. أيضا نتصفح الكتاب. الرسالة. أيضا أسئلة نحوية وأسئلة استيعابية والإملاء المنظور. آية الخلاق. أيضا نشيد. الرسم المعبر و طبعا من كتاب الروضة بتصرف هذه القصيد أو النشيد. آية الخلاق. إنني بدر السماء أملأ الدنيا ضياء، أبدأ العمر هلالا ثم أمضي في النماء، فإذا ما تم خلقي من جمال ورواء، غمر الآفاق نور من جبيني وبهاء، وتجلت آية الخلاق في بدر السماء. نرى الصور المعبرة. العيد. هذا الرسم الجميل حقيقة. أيضا المعبر. وفرحة العيد تبدو على وجوه حتى الأطفال الذين في الصورة. وأسئلة استيعابية وإملاء غير منظور. هناك إملاء منظور وغير منظور. المنظور أنها تكتب على السبورة ويعيد كتابتها يعني. هدية العيد. أيضا هذا استكمال أو اسمه التعبير. نرى ما هذا التعبير. أيضا أسئلة استيعابية و التلفاز كما نرى. وأسئلة استيعابية عليه. إملاء منظور. الثلج والريح. هذا الدرس الجميل الذي لا زال راسخ في أذهاننا. حتى لعب الأطفال قد شوهد ولوحظ في هذا الرسم الدقيق المعبر. الثلج أيضا. نشيد الثلج. نشيد الثلج للدكتور محمود الشلبي. قصيدة جميلة. أبيض أبيض مثل القطن، ثلج يسقط فوق الغصن، غطى الدار والأشجار وكسى الأرض بالأنوار، من شباكي همس الثلج وعلى بابي هتف الثلج، قال سلاما يا أحبابي، قلت تساقط خلف الباب، انثر زهرك فوق جبالي واترك ثوبك للأطفال،
أنت جميل كل شتاء بعد قليل تصبح ماء. النجار والبناء، هذا اسم لطيف. وأسئلة استيعابية والتعبير. وفي البيت والأسرة جالسة وتتحاور معا في البيت، وأسئلة أيضا استيعابية. في درس الرياضة، هذا رسم جميل يعني مليء بالحركة والصوت، ويعني الصورة تتكلم. وأيضا في كلنا نلعب، هذا الرسم الجميل، كلنا نلعب. هذا رسم لطيف وجميل، ونشكر حسن الاستماع.